السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في مادة التحليل الاقتصادي الجزئي. نبدأ بالفصل الأول للتعليم المدمج الإلكتروني، المستوى الثاني، الفصل الدراسي الثاني. هنبدأ بالفصل الأول وهو بعنوان المشكلة الاقتصادية. أول حاجة عاوزين نعرفها إيه هو تعريف علم الاقتصاد. إحنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من تعريفات علم الاقتصاد. من أهم هذه التعريفات أول حاجة تعريف آدم سميث. آدم سميث عرف علم الاقتصاد في كتابه ثروة الأمم اللي صدر عام 76 بأنه العلم الذي يهتم بدراسة جميع الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى ثراء الأمم. فعلم الاقتصاد عند آدم سميث هو العلم الذي يهتم بالثروة وكيفية اكتساب هذه الثروة وكيفية زيادة. التعريف الثاني هو تعريف ألفريد مارشال. وألفريد مارشال عرف علم الاقتصاد بأن هو العلم الذي يهتم بدراسة سلوك الأفراد في حياتهم اليومية فيما يتعلق بكيفية حصولهم على الدخل وكيفية إنفاق هذا الدخل بهدف الحصول على أقصى إشباع ممكن. تعريف روبنز، وده من أهم التعريفات لعلم الاقتصاد لأنه تعريف بيهتم بالمشكلة الاقتصادية. حيث عرف روبنز علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يهتم بدراسة سلوك الأفراد في سعيهم لإشباع حاجتهم المتعددة من خلال الموارد المحدودة والنادرة. ثانيا عايزين نعرف فروع علم الاقتصاد. في عندي الاقتصاد الكلي، وده بيهتم بدراسة السلوك الاقتصادي على المستوى الكلي للدولة مثل الدخل القومي، التضخم، البطالة. أما الاقتصاد الجزئي فهو يهتم بدراسة السلوك الاقتصادي على المستوى الجزئي مثل دراسة سلوك المستهلك وسلوك المنتج. ثالثا المشكلات التي يهتم بها علم الاقتصاد. في عندي 3 مشكلات بيهتم بها علم الاقتصاد وهي ماذا وكيف ولمن. فأول مشكلة هي ماذا أو ما هي السلع التي يتم إنتاجها، وهنا يتم تحديد كميات السلع والخدمات التي يتم إنتاجها، هل هي سلع استهلاكية أم سلع إنتاجية. كيف، وهذا يعني كيفية إنتاج هذه السلع، هل سيتم استخدام أسلوب إنتاجي كثيف العمل أم أسلوب إنتاجي كثيف رأس المال. لمن يتم إنتاج السلع والخدمات، وهنا يتم تحديد كيفية توزيع عوائد أو الأرباح على عناصر الإنتاج الأربعة اللي هنعرفهم فيما بعد. ما هي عناصر الإنتاج؟ عندي 4 عناصر للإنتاج. أول عنصر هو عنصر الأرض، وتتضمن الأرض الموارد الطبيعية الموجودة كالمعادن والأحجار والأراضي. العنصر الثاني هو العمل، ويتضمن العمالة المستخدمة في عملية إنتاج السلع أو تقديم خدمة ما. العنصر الثالث رأس المال، ويتضمن جميع الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في عملية الإنتاج. آخر عنصر هو عنصر منظم، وهو الشخص القادر على تنظيم عناصر الإنتاج الثلاثة السابقة. ولكل عنصر من هذه العناصر عائد. فعنصر الأرض الأول له عائد هو الإيجار أو الريع، والعنصر الثاني العمل وعائده الأجور، العنصر الثالث رأس المال وعائده الفايدة، والعنصر الرابع المنظم أو التنظيم وعائده الأرباح. خامسا مفهوم المشكلة الاقتصادية. إن المشكلة الاقتصادية في أي مجتمع تتمثل في تعدد الحاجات وندرة الموارد. إذن يوجد ركنين للمشكلة الاقتصادية. الركن الأول هو تعدد الحاجات، إن حاجاتنا متعددة وكثيرة ومتجددة ومستمرة ومتزايدة. أما الركن الثاني فهو ندرة الموارد، والمقصود هنا بالندرة هي الندرة النسبية وليست الندرة المطلقة. ويقصد بالندرة النسبية هي ندرة الموارد بالنسبة للحاجات، أما الندرة المطلقة فهذا يعني عدم وجود الموارد على الإطلاق، وهذا لا يهتم به علم الاقتصاد. طبعا يمكن إن احنا نعبر عن المشكلة الاقتصادية من خلال ما يسمى بمنحنى إمكانيات الإنتاج. فمشكلة الندرة تتطلب العمل على كيفية استخدام موارد الاقتصادية النادرة والمحدودة جدا بأكبر كفاءة ممكنة، وهذا يعتمد على طريقة منحنى إمكانيات الإنتاج، والتي تقوم على عدة افتراضات. أول افتراض، الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظف الكامل، بمعنى إن أنا بستخدم كل مواردي ولا يوجد أي موارد عاطلة. الافتراض الثاني، ثبات عناصر الإنتاج في الاقتصاد، إن الموارد عندي ثابتة أو عناصر الإنتاج ثابتة. تالت عنصر هو أو تالت افتراض هو ثبات التقدم التكنولوجي. رابع عنصر ان انا بفترض ان انتاج سلعين فقط. ويمكن التعبير طبعا عن المشكلة الاقتصادية من خلال الشكل التالي. منحنى امكانيات الانتاج، هنا بفترض ان انا عندي سلعتين، سلع رأسمالية وسلع استهلاكية.
لو افترضنا ان احنا هنستخدم كل مواردنا في انتاج السلع الاستهلاكية فقط، فاقصى امكانية ممكن انتاجها هي عند النقطة د على المحور الافقي. واذا افترضنا ان احنا هننتج وهنستخدم كل مواردنا في السلع الرأسمالية، فاقصى انتاج هو عند النقطة الف، وهذا يعني ان احنا لم ننتج اي سلعة استهلاكية. وبذلك لو وصلنا النقطتين الف ودال ببعض، فهنجد ان هنا نستنتج شكل منحنى امكانيات الانتاج، وهو الشكل اللي امامنا من الف لدال او الف ب ج د. واذا اردنا ان احنا ننتج سلعتين الاستهلاكية والرأسمالية، ممكن ننتقل للنقطة ب او النقطة ج. ولو عاوز ازود انتاجي من سلعة، لابد ان انا انقص انتاجي من سلعة تانية، لان مواردي محدودة وثابتة. وبالتالي يوجد ثلاث ملاحظات هامة هنا في الشكل اللي امامنا. اي نقطة على منحنى امكانيات الانتاج زي النقطة الف او ب او ج او د، دي تعني تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد، ان انا بحقق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية ولا يوجد اي موارد عاطلة. انما النقطة واو وهي اسفل منحنى امكانيات الانتاج او داخله، فهذه النقطة تمثل عدم تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد، مفيش هنا كفاءة وفي موارد عاطلة وغير مستغلة. وبالنسبة للنقطة اهي او اي نقطة خارج منحنى امكانيات الانتاج زي النقطة اهي، النقطة دي تمثل عدم كفاية الموارد الاقتصادية، ان الموارد اللي معايا غير كافية. هي نقطة اهي طبعا كويسة جدا، ولكن مواردي محدودة وغير كافية، وما اقدرش اوصل لهذه النقطة الا من خلال ان انا لازم ازود التكنولوجيا او ازود الموارد عشان ينتقل منحنى امكانيات الانتاج الى النقطة دي. وبذلك يكون احنا خلصنا منحنى امكانيات الانتاج ودرس الخاص بالمشكلة الاقتصادية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.